إذن مستمعينا اليوم في دوازة نقترح لكم كيكة سهلة بالمذاق ديال المندرين. فغادي نحتاجو في المقادير الجوج ولا ثلاثة ديال المندرينات على حسب الحجم ديالهم. الأفضل ناخدهم شوية كبار. هادو غادي نرقدوهم في الماء سخون واحد نص ساعة 30 دقيقة، ومن بعد غادي نحاولوا اننا نقطعوهم طريفات كيكونوا نزلوا مع داك الماء سخون، نقطعوهم طريفات صغار. الا كان فيهم العظام او ديك النباته الخضراء نحيدوها باش ما يمررش لينا الكيك، وكنحتفظوا بهم. غادي ناخذوا كذلك كاس د العنبه ديال الزيت وكاس د العنبه ديال السنيده في المقادير، ثلاثه ديال البيضات، كيس واحد من الفاني، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه ديال الماء دافي، وغادي نحتاجو اكيد لجوج كيسان ونص تقريبا ديال دقيق الفورس وثلاثه الخمارات ديال الحلوه. غادي نعاود المقادير باش نحضروا كيك ديال المندرين. قلنا غادي نحتاجو تقريبا جوج ثلاثه المندرينات على حسب الحجم ديالهم، نرقدهم في الماء سخون 30 دقيقه، ومن بعد ملي كيكونوا نزلوا بزاف كناخذوهم كنقطعوهم طريفات صغيرين، كنحيدوا لهم ديك النباته الخضراء وكنحيدوا لهم داك العظام اللي تيكونوا فيهم باش ما يمرروش لينا الكيكه. غادي نحتاجو كاس، كنعبروا بالكاس ديال العنبه اللي كنشربوا فيه اتاي العادي، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة، كيس واحد من الفاني، ثلاثة ديال البيضات، معلقة ديال الخل، معلقة كبيرة كذلك ديال الماء دافي. غادي نحتاجو جوج ديال الكيسان ونص ديال الطحين فورس وثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوة. فهادو هما المقادير والطريقة سهلة باش نحضروا الكيك ديال المندرين. غادي ناخدو إما الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا الطراب الكهربائي اللي بغيتو. غادي ناخدو دوك جوج ليمونات اللي قلنا رقدناهم في الماء سخون واحد نص ساعه 30 دقيقه وقطعناهم طريفات صغيرين، حيدنا لهم داك العظام وكنقطعوهم طريفات، وكنديروهم الاولين في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. كنزيدو عليهم كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال السنيده، كنطحنوهم مزيان حتى كيتخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان. ثم كنزيدو على هاد الخليط كنزيدو ثلاثه البيضات، كنزيدو نطربو، كنضيفو كيس واحد من الفاني وحنا كنخلطو دائما في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا في الطراب الكهربائي على حسب الرغبة ديالكم. ثم كنضيفو معلقة ديال الخل ومعلقة ديال الماء دافي وكنخلطو مزيان. ثم هاد الخليط اللي حصلنا عليه كنفرغوه في واحد الإناء وكنزيدو عليه جوج ديال الكيسان ونص ديال دقيق الفورس يكون مغربل مزيان خاص بالحلويات، كنغربلو كنضيفوه، كنضيفو ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوى وكنخلطو غير بسباتيول غير بمعلقة ديال الخشب. ومباشرة كناخدو أي قالب ديال الكيك كندهنو مزيان بالزبدة، كنرشوه بالطحين، كنفرغو هاد الخليط ديال الكيك وكندخلو الفران حتى كيطيب وكيتحمر، باللي كنخرجو على حسب الرغبة، كيتكال غير بوحدو يعني هكا بالمذاق ديال المندرين. كيف ممكن أننا ناخدو عصير ديال الليمون كون وجدناه من قبل، عصير ديال الليمون مع معلقات من الكونفيتور ديال المشماش وكنديرهم فوق العافية حتى كيتقال لينا. ممكن اننا نسقيو فقط غير بالعصير ديال الليمون، نضيفو ليه شويه ديال الفاني وكنضيفوه بلا ما نديرو فوق العافيه، يعني يجي غير مسقي. كيف ممكن اننا نديرو كذلك عصير ديال الليمون مخلط معلقه صغيره ديال النشا وكنسمو بالفاني العاديه ولا بالفاني ديال الزهر اولا بقطرات ديال الزهر، وكنضيفوه على كنسقيو به الكيكه، نخليوها يعني حتى كتشرب مزيان فكتجي لذيذه بزاف بداك المذاق ديال المندرين بما انه هي تخلطات به. وكذلك ملي كنسقيوها بهذا النوع ديال السيرو، وممكن انكم ديروا حتى السيرو ديال الحامض كيمشي مع المذاق ديال المندرين. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح ديال كيك المندرين وبالصحه والراحه.